اتصل رجل من الناس على عالم من العلماء. مبركي عالمك إيش عالمي مسلمان أراد تلفونك يبدك. وقال عندي أخ مريض. دبجة عالمي دبجة برك يمني نخش هي. هل يمكن أن تقرأ عليه الرقية؟ دبجة تذكري ليرة رقية بخونه يعني ليرة قرآن بخونه. قال أن تقرأ عليه هو يقرأ على نفسه لماذا تأتوا عندي؟ أو عالم دبجة ونخش سردا بخونه تشو ما نكاري سردا بخوني؟ قالوا أنت عالم. دبجة نت عالم يتمارا بخونه. قال أنا عالم أنا عبد. دبجة أس عالمين ما أسقولك قاضي تأخلي ما. أنتم تطلبوا من الله لا تطلبوا من العبيد. دبجة أنج رب علمي بغازن إش من نغازن إش قولا نغازن. قالوا نحن لا نحفظ القرآن. دبجة نام قرآن النزان أم حافظ القرآن نينن. قال تحفظ الفاتحة. دبجة الفاتحي زاني. نعم كل مسلم يحفظ الفاتحة يصلي بها. أو ما برج دبجة أري هر مسلمان فاتحي زانا. قال الحمد لله تحفظ الفاتحة أقرأ وهو يقرأ على نفس الفاتحة يبرأ. دبجة يا ون يا أخو سر خدا سورة فاتحي الحمد لله رب العالمين برأ أوي سر خدا بخونا. قالوا قرأنا لم يبرأ. أو إنسان جاهد ده يعلم دبجة أي عالم ما خانجي أما فايدة نده. قال يبرأ بإذن الله. دبجة فايدة بده إن شاء الله ودوام. فلهذا لا نذهب نحن نقرأ على أنفسنا لا نذهب إلى الرقاة إلى هؤلاء الذين يعني يصنعون هذه الأشياء. سويجي أمجري خسر خدا بخون أمنات محتاجة تكاسي نامن. دچا ایشه کی دو محتاج تکاسی نابی اورتا خو رب علم دج محتاج تکاسی نابا خسر خدا بخونه. لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابه رضوان الله عليهم من يتفرق ويجعل دكان مثلا للرقيه. سوي زمان پیغمبر ما دشت کی سات نبی یکی خو دکانک وکریه ما ورج هات نه بال ده سر خدا دانه خواندنه یالی رحم پرایشتنه.